من جانب اللاعب فابريس كاندا. فابريس كاندا يبحث عن التقدم. فابريس كاندا ما زال يحاول والكرة داخل منطقة الجزاء للخطير مانويل فرنانديز، يبحث عن درب للتسديد. هدف أول ويعانق مرمى المريخ بهدف في لحظات انتظرنا فيها هدف للمريخ، انتظرنا فيها فرحة أولى للمريخ، درب أول لشباك سواريز فيكتور، ولكن أتت الأمنيات وأتت الرياح بما لا تشتهي الأمنيات. هدف يأتي على مرمى جمال سالم، هدف يأتي على مرمى جمال سالم عن الأهداف، لابد أن لا يكون هناك تفريط في الجانب الدفاعي. عموما هدف أول يأتي، نتمنى أن لا يحبط لاعبي المريخ. هدف أول يا دوب، نتكلم عن دقائق أولى يا To beat the goalkeeper in the air. And while Nigeria thought they may have had the ascendancy, Mozambique were not giving up the fight. A brilliant ball slotted through by Maninho, so perfectly weighted just behind the Nigerian defence, caught flat-footed. And only inches onside was Diogo. Agbim committed early, and in doing so, when he missed the ball, allowed Diogo a shot into an open net. It might have been from a tight enough angle. Praticamente escancarada.